السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من طلاب الصف الثاني الابتدائي. عناصر القصة، احنا عندنا يا اولاد لو بناخد اي قصة بنبدأ ان احنا نقرأها او حد بيحكيها. العناصر يعني ايه؟ كلمة عناصر معناها اللي بتتكون منه القصة، النقاط التي تتكون منها القصة. القصة تتكون من شخصيات. اي قصة انا بقرأها او قصة حد بيحكيها لي او قصة انا بسمعها لازم تتكون من شخصيات. الشخصيات دي بيكون حقيقية او شخصيات خيالية او شخصيات تتكلم عن انسان او حيوانات. تمام. طيب ايه تاني من عناصر القصة ممكن عندي؟ المكان. القصة لازم تكون مرتبطة بمكان، في مكان معين بتحكي عن فيها القصة. العنصر الثالث الزمان. الزمن ده الوقت، امتى، متى كانت تحدث القصة. انا عندي الشخصيات والمكان والزمان. بعديها عندنا ايه تاني من عناصر القصة؟ الاحداث. ايه هي الاحداث؟ اللي هي الحاجات اللي حصلت في القصة، او ايه هي القصة، ماذا تدور القصة، بتدور عن ايه او بتتكلم عن ايه، القصة بتتكلم او بتحكي عن ايه، دي الاحداث. طب الاحداث هنا انا بقسمها لثلاث اجزاء، منها البداية، وسط، النهاية. انا اي قصة بحكيها بيكون ليها بداية، المقدمة بتاعتها، والوسط، والنهاية اللي هي انتهت القصة على ايه. اخر حاجة من عناصر القصة ماذا تعلم. ماذا تعلمنا من القصة او الهدف من القصة؟ اي قصة انا بقرأها بيكون ليها هدف او بيكون ليها مغزى معين انا عايز اعرفه. تمام. تعالوا يا ولاد ناخد النهاردة تدريب مع بعض والقصة نعرف مثال ليها، ثم أجب عما يلي. ذات صباح في الحديقة كان هناك سباق بين السلحفاة والأرنب. بدأ السباق وجرى الأرنب سريعا، لكنه شعر بالإرهاق فنام. واستمرت السلحفاة في السير حتى وصلت إلى خط النهاية وفازت بالسباق. أنا عندي يا أولاد القصة تتكلم عن إيه؟ عن الأرنب والسلحفاة. طيب نبدأ يا ولاد. الأول احنا عارفين قصة الأرنب والسلحفاة. السلحفاة قابلت الأرنب والاتنين قالوا احنا هنعمل مع بعض مسابقة. طبعا الأرنب ان هو بيجري سريعا، والسلحفاة من صفاتها ان هي ايه، بتمشي ببطء. الاتنين قالوا احنا هنعمل مع بعض مسابقة، وبدأوا المسابقة مع بعضيهم. تمام. وجرى الأرنب سريعا، ولكن في النص